your nomination to be Vice President of the United States of America. عندما كتب جي دي فانس مذكراته مرثية قروي، لم يكن يتصور أن صفحات معاناته ستحوله إلى شخصية سياسية مؤثرة. مع مرور الوقت أصبح الكتاب الذي تحدث فيه عن طفولته الفقيرة هو نفسه الذي ساعده في بناء جسور من التواصل مع جمهور واسع ليصل في النهاية إلى منصب نائب رئيس الولايات المتحدة في مشهد لم يكن يتخيله أحد من قبل، بمن فيهم فانس نفسه. أبصر الحياة في ميدلتاون بولاية كونيتيكت عام 1984 وعاش طفولة صعبة ممزوجة بالفقر. تخرج من مدرسة ميدلتاون الثانوية في 2003، بعد ذلك التحق بقوات المارينز لمدة 4 سنوات. قرر بعدها مواصلة رحلة التعلم فقادته إلى البكالوريوس في العلوم السياسية والفلسفة من جامعة أوهايو عام 2009، ليأتي عام 2013 حاملاً معه لجي دي فانس شهادة القانون العام من جامعة ييل. شغفه بالسياسة جعله يطرقها من باب الحزب الجمهوري، لكن عرف عن دي فانس انتقاده الشديد لترامب، حتى إنه شبهه سراً بهتلر قبل انتخابات 2016. ومن معارض شرس إلى داعم قوي انقلب موقف صاحب 40 عاماً. وفسر جمهوريون ذلك بالقول إن نجاحات ترامب السياسية بين 2016 و2020 هي السبب في تغير موقفه. ومنذ 2022 انتخب جي دي فانس عضواً بمجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري عن أوهايو بدعم من ترامب، الذي كان سخياً في 15 يوليو الماضي حين أعلن عن اختيار جي دي فانس نائباً له في سباق الانتخابات الرئاسية ليطفي عنصراً شاباً ومحافظاً إلى ولايته الثانية. Great. Now I can say Vice President-elect of the United States. علي الماجري، العربية.